عندما نقول خذلان، أول شيء بدق باب عقلك، قصة حب لم تنجح أم صديق أعطيته أكبر من حجمه؟ بصراحة قصة حب لم تنجح. أنا نجحت هي ما رضيت تنجح، هي الفكرة. فأنت خذلان إنك تعطي حدا كثير 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 وفجأة يروح بدون ما يعطي قيمة للأشياء اللي هو أعطاها. إذن أنت انخذلت في قصة حب. مزبوط. هي اللي تركت. مزبوط. جروح الخذلان عندك التأمت أم ما زالت تنزف؟ التأمت بس عملت لي أضرار، يعني بصراحة عملت لي أضرار، غيرت شخصيتي، غيرت أشياء كثير فيه. يمكن هي كانت أيضا سبب في نضجك ووعيك اليوم. طبعا شوف، هاي الشغلات تعتبر ضربات، أنا بشوفها ممكن تتوجع منها بس بعدين هتبطل تتوجع، بس عمرك ما رح تنساها. كيف أنت كحسام تستطيع التغلب على لحظات الخذلان هاي؟ شو بتعمل؟ كيف بتتصرف في هذيك اللحظات؟ بصراحة أنا ما قدرت أتصرف، أنا ما قدرت أتصرف، بس مرات الإنسان لما يصير معاه إشي بدخل في حالة مش منيحة وبضل زعلان بضل زعلان، آخر إشي بطفي. هي الشمعة هاي إذا طفت فيك بتبطل تسأل بإشي، يعني بتبطل تحس بإشي. طيب طفت الشمعة هاي، كيف رجعت ضويتها؟ ما رجعت ضويتها إلى الآن، مطفية؟ ما رجعت ضويتها، بستنى حدا يضويها بصراحة. ما بتؤمن إنه ما أحد حيضوي لك الشمعة إلا أنت؟ هاي الشمعة لا، مش الإنسان هو الشخص المسؤول عن مشاعره عن اتجاهاته في حياته. بس تنساش إنك دخلت حدا على مشاعرك وأشياء فيك خربها.